الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، حياكم الله. أكد فلاحون في محافظة نينوى أن غياب الدعم الحكومي لقطاع الزراعة كبدهم خسائر كبيرة في زراعة المحاصيل ومنها الطماطم والبطاطا. وقال الفلاحون إن سعر الطماطم المحلية لا يتجاوز 100 دينار للكيلوغرام الواحد بسبب فتح الباب أمام المستورد، ما جعلهم يتكبدون خسائر مالية، مبينين أن الحكومة لا تقدم الدعم المباشر لهم عبر توفير الوقود والمواد الكيميائية وغيرها، كما لا تقدم الدعم غير المباشر للفلاحين من خلال تنظيم دخول المحاصيل الزراعية إلى العراق وضمان تسويق محاصيل الفلاحين العراقيين في السوق المحلية. يواصل سعر صرف الدينار العراقي في الأسواق المحلية تذبذبه صعودا ونزولا، مخلفا عجزا كبيرا على البيع والشراء. وأكد خبراء اقتصاديون أن الدينار العراقي يواصل خسائره أمام الدولار بسبب سياسات البنك المركزي، حيث سجلت أسعار الدولار ما بين 157 ألف دينار و 159 ألف و500 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. هذا وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 25 سنتا ليصل إلى 78 دولارا و98 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 25 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و73 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط العالمية بعد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قال إن أساسيات السوق لا تزال قوية، وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق أمريكا الخناق على صادرات النفط الروسية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 60 مليون برميل خلال 6 أشهر من عام 2023. وقالت الإدارة إن العراق صدر من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا منذ شهر آذار ولغاية شهر آب 60,387,000 برميل. وأضافت أن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر آب بلغت 9,905,000 برميل، مرتفعة ب 498,000 برميل عما سجلته في شهر تموز الذي بلغت فيه 9,407,000 برميل، ومرتفعة بمقدار 575,000 برميل عن شهر حزيران الذي بلغت فيه الصادرات 9,330,000 برميل. أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك اتفقوا على أن اتساع النزاع في غزة سيشكل تهديداً للاقتصاد العالمي. وقالت جانيت يلين إن هناك وجهة نظر مشتركة مفادها أنه يتعين على الجميع فعل كل ما بوسعهم لاحتواء الحرب في غزة حتى لا تتحول إلى حرب إقليمية، مبينة أنه في حال تحول الصراع الجاري إلى حرب إقليمية فقد يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي. وقبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.